تجهيز هذا المقطع اخواني الكرام اخذ مني تقريبا 3 ايام. خططنا ثم حفرنا ثم جهزنا المكان. هذه حفرة طولها 2 متر محشية بسفنج وفيها قماش للشيء اللي راح يضاف فيها، وهنا سير تعرفون سالفته دائما، ومعي كتاب. فكرة المقطع بكل بساطة، اولا في التحدي اللي قبل حطينا سير وخلينا وراهم تماسيح، وكانت الفكرة اي شخص يجي دوره يشتغل له تايمر مدته 3 دقائق، ولازم ما يسقط عن السير لين ما ينتهي التايمر، وكل خطأ يخطئه يزداد سرعة السير. المقطع هذا المتشاركين والله ما يعرفون ايش انا بحط لهم فيه، ولكن بقول لهم الان قدام عينكم وتشوفون ردة فعلهم. اولا حياكم الله، يا مرحبا، ساعة مباركة. اخر مقطع لتحدي السير كان فيه تماسيح، الحمد لله ماني موجود. وصل المقطع 5 مليون مشاهد، الله اكبر ما شاء الله، وفوق 390 الف لايك ما شاء الله. اذا وصل هذا المقطع 300 الف لايك يمكن احط هنا اسد، يمكن احط ديناصور، ما ندري. فكرته بكل بساطه راح يكون عندي متسابق 3 دقائق على السير، راح ابدا معاه تزايديا بالسرعه، على كل سؤال اساله من الكتاب يغلط ارفع السرعه عليه. في ضيف سادس بيجينا الان بالطريق بخليه مفاجاه. ممتاز. ولكن قبل لا اقول لكم الجائزه يا جماعه الخير، ولا تبون الجائزه الان؟ لا لا، الجائزه اول شيء خلينا نرفع معنويات. قولوا انتم الجوائز يا جماعه، والله يا اخوان، واذا قلت الجائزه بدون شرط اني اعطيها نفس ما هي، ولكن الجائزه هذه ابى اخير المتسابق في نوعين. النوع الاول انك تكون معاي ضيف في تحدي الخزنه، وتحدي الخزنة معروف اللي يشارك فيه بيجمع فيه مبالغ لين ما يشبع، ويمكن يفوز بسيارات و80 ألف ريال وإلى آخره. هذا التحدي الأول، بس شلون بشرح لك. والتحدي الثاني إنه يوصلك مني حوالي في نهاية المقطع 10 آلاف ريال. حلو 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 حلو. لا أحمد، أنا أقول 15,000. 15,000 ريال. وش بتعطينا جل؟ ها؟ وش بتعطينا؟ بوريكم ما سوت عمد يا والله لا سوت والله اني جريت. طيب جاهزين تشوفون؟ انا جاهز. عزيزي المشترك ما بقى لنا شيء على 13 مليون و500 الف، تاكد انك ضغط علامه الاشتراك تحت، وتاكد ان المقاطع الفتره الجايه عيار ثقيل فيها. نسمي بالله ونجيب لكم الاشياء اللي موجوده. سنعود بعد قليل. قبل ادخلكم في فكره المقطع بتكلم لكم عن تطبيق في العاب وافلام ومسلسلات، وهذه كامله واكثر ايضا بدون ما تدفع ولا ريال. تطبيق يانجو بلاي، وقبل كم يوم نزل الاعلان حقه في شاشات البوليفارد، وكلنا شفناه عندي بالسناب. وهذا التطبيق اذا دخلت على الرابط حق اللي موجود بالوصف تحت راح تاخذ اشتراك 60 يوم مجانا. في ناس يا جماعه والله واعرفهم شخصيا يدفعون 30 40 ريال على الاشتراكات شهريا على التطبيقات الترفيهيه هذه، وانا جايب لك تطبيق الان يقول لك تعال عندي وانا بعطيك شهرين كامله جرب ولا تدفع ولا شيء. جاز لك الوضع سجل، ما جاز لك سلام عليكم، انت شرفتنا وسعت. ومو بس كذا، الحساب اذا سويته تقدر تضيف معك 4 اشخاص بنفس الحساب وتستمتعون وتطلعون مع بعض، يعني تعزم اخوياك على حساب واحد. وداخل التطبيق في واحده اسمها ياسمينة. مين ياسمينة هذه؟ هاي ذكاء اصطناعي تتحدث معاها وتتجاوب معك، وبرضه موجوده داخل التطبيق. التطبيق يدعم الالعاب والمسلسلات والافلام والانمي واشياء كثيره، وكل هذا مجانا بالرابط اللي بالوصف، بحط لكم تحت، اضغط على الرابط وعليك بالعافيه، ويا رب تنبسط بالاجازه، والله يوفقكم باختباراتكم وان شاء الله درجاتكم كانت عاليه. والان اترككم مع المقطع ونشوف ايش عندنا. عدنا. لفوا. اسلو. لا 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 يا رب الكعبة. ما خلص، ارجع. ما يصير. تفضلوا. لا احمد، وش الخضار احمد؟ لا 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 ورب البيت. انا ديدان. لا والله ما تجيبني كذا. لا والله احمد، ديدان. اي ديدان فيران. لا اليمين صغار. اللي صغار ديدان البني. ديدان اي وين؟ ما شفت ديدان. ديدان هذه عيال يمين. كذاب. لا 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 يا عيال، تخيل شوف قاعد تاكل فيها. تخيل طحت وغفصتهم. غفصت يا عيال. يا عيال الصراصير شو ماكلهم بروتين احمد. كبار يا ولد مره. بوريكم الكمية اللي راح تضاف مع كل جولة، الخير موجود وزائد، كل ما احتجنا راح نزيد، لا تخافون الخير موجود. طيب الآن نرجع لموضوعنا حق الجوال. أنا أدري والله العظيم إنها مقززة مرة ومقرفة، أدري وشكل الحلقة الأخيرة.
انا ادري والله انه بيها مستحيل اقرب الان عندك خير. انا جايب لكم لبس بحيث انه ما يدخل بعض الحشرات لك، وهذه اذا فزت فيها راح تاخذ 15 ريال. اذا بتدخل بلبسك العادي وبتشارك بلبسك العادي راح تروح للليفل اللي بعده وراح تشارك تحدي الخزنه على طول. اشارك كذا يعني؟ لا 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 انا اقول 15000 لبس لبسين انت. لا لبس لبسك انت لبس نفس لبس انت ابوي انا جيبها بالبلد لا انا ابوي احمد لبس. لبسي لبسي نبدا بسم الله. ابو عمر يتفضل معانا. انت الضيف الاول تعال ادخل ايه عشانك اول مره انت عشان يا مرحبا حياكم الله. اوكي جاهز ابو عمري استخدم لا والله مع ثعبين يا ولد احمد دقيقه هم وين متجمعين بالزوايا اول ما تطب النص لا 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 يا عيال اقسم بالله قضاء اول ما يطب الشخص الكل بيتجمع عليه ايه تعرف عاد ارفع دوبك انك فكرت بسم الله ابراهيم فكرت التحدي لك اول مره ركز معك كل ما تغلط بسؤال كل ما ترتفع السرعه عليك واضح عندك اخرج اثنين واحد. القوانين بسيطة، ممنوع تمسك يمين يسار، ارقى في النص ارقى ارقى ممنوع تمسك يمين ويسار واضح؟ ايه جاهز ابدا التايمر؟ ابدا واحد اثنين ثلاثة بدينا التايمر الان يا ابراهيم العمري ابدا لك لمدة ثلاث دقائق. طيب بسيطة ان شاء الله. انا عندي خيارين ابراهيم السؤال، من اول رئيس امريكي سكن البيت الابيض؟ جورج واشنطن، جون ادمز، توماس جيفرس. جيفرس غلط جون ادمز. نبدا لك الان بالرياضيات، ايش رايك بالرياضيات؟ والله اني سيء فيها مره. 2 ضرب 8 لا والله 2 ضرب 8 2 ضرب 8 2 ضرب 8 نعم 16 احسنت. 10 ضرب 3 30 3 ضرب 3 9 7 ضرب 2 14 5 ضرب 9 5 ضرب 9 45 45 اين توجد اضخم شجره في العالم؟ بريطانيا، غانا، كاليفورنيا؟ بريطانيا غلط كاليفورنيا. والله بعملهم مستحيل. من واضع علم الكيمياء؟ جابر بن حياء، لفواية، الحسن بن الهيثم. الحسن بن الهيثم جابر. ابراهيم باقي لك دقيقتين ايزي عليك. ما اكبر الثدييات؟ الحوت، سمك القرش، الفيل. الثدييات؟ ايه الحوت غلط الفيل. الفيل ابراهيم العان باين لك رياضيات. اما الحوت بيض 8 ضرب 2 يولد يولد ما يبيض 8 ضرب 2 16 احسنت. طيب ابراهيم 5 اس 2 5 اس 2 10 25 يا حمار 25 احسنت معليش صلنا يا ابراهيم اجيك وانت تبغى اسئلتك اسئله تبغى ايش؟ ما الفرق بين بين المعكرونه والسباكيتي؟ المكرونه والسباكيتي لا والله واحد الفرق لا لا الصلصه الايطاليه السباكيتي مجوفه ورقيقه والمعكرونه غير مجوفه اي بالضبط نعم صحيح. ما هي عاصمة الكويت؟ الكويت احسنت. عاصمة المنامة؟ البحرين. زلط لا ما زلت ما زلت. عاصمة بنجلاديش؟ سلطة رونقبورة. لا لا اصبر اصبر. ما هي الدولة العثمانية الأولى؟ تركيا. ما هو اليعفور؟ الضب، الظبي، نبات صحراوي. نبات صحراوي غلط الظبي. الظبي طيب احسنت الى الان صامل. اسمع 5 ضرب 20 5 ضرب 20 100 يلا 100 نزلت لك. طيب كيف وضعك الان؟ لماذا يخرج الكلب لسانه في حاله التعب؟ والله ما ادري كيف يطلع لسانه كيف يطلع لسانه طيب؟ طيب 13 يتنفس يتنفس. طيب اين تولد اضخم شجره بالعالم؟ سالنا عنها كاليفورنيا. كاليفورنيا الا بدري والله قلته. طيب معلش كيف يكون الانسان ذكي؟ ما يضحك بالسر. احسنت والله ما يضحك. الصمله يا ابراهيم الصمله باقي لك 20 20 20 19 18 ما اقدر اوريك بطل الوقت 17 يرحم امك 16 والله مت 15 والله مت 14 13 يا ولد والله مت 12 حرام بالله اني مت 11 يرحم امك 10 اصمل اصمل 9 8 سبعة مبروك ابراهيم فايز. وقف 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 يا عيال تعب بطب على طول والله يا عيال اذكر والله ما شاء الله ابراهيم فايز يا عيال لا اله الا الله والله انت تجيك ابراهيم جائزتك والله الحين فاز بجائزة حياك الله يا مرحبا يا هلا والله هلا ابو خالد من هلا بني حرارة جايبني برد كان في الرجال
تعال تفرج معنا على الشيء اللي الثاني الثاني ليش هذا القلب ابو خالد تفضل لا مكتبك جاي لا مكتبك جاي يا بلال زيد لنا الفيران لعيون ابو خالد لا والله عادي عادي يا مود من قالك تتاخر انت تحيه فيك تعال طيب ابو خالد جاهز كم دقيقه 3 دقائق نفس اخر مره يلا ابو خالد يلا واحد اطيح على فار لا والله 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 تعرف الطريقه ابو خالد انت اول واحد معانا كل اللي عليك نعم يا متاخرت تستاهل ما تمسك يمين يسار كل ما غلطت تزيد لك الصعوبه تمام بدا التايمر نعم يلا يا ابو خالد من مكتشف شواطئ افريقيا فاسكودي هنري دياز دياز غلط هنري 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 ابو خالد هنري لا تقول ايش من مكتشف طريق تجفيف الحليب اللي حدف بالحليب هانس ولا برامانيتي ولا غيروساك الثاني ايوه ايوه من مكتشف النظريه النسبيه لويس باستر اينشتاين روبرت كوخ الثالث غلط الله لا يوفقك الله لا يوفقك في شيء في شيء لا 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 رب الكعبة في شيء ثاني يمين بالله لا معلم 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 ابو انا رب البيت في شيء ثاني ابو من مكتشف نواة الخلية بروان برونو اليس وشو عد السؤال عد رب ما سمعت من مكتشف التخدير بالكلوفورم فون بيرج لويس سباسترن سمبستون الثاني غلط صح يلا سمبسترون ابو خالد رياضيات سهله يعني والله صدري 4 ضرب 3 مالي مالي 4 ضرب 3 4 ضرب 3 4 ضرب 3 تستهبل انت 12 6 ضرب 2 6 ضرب 2 12 24 تقسيم 2 12 احسنت 9 ضرب 3 9 ضرب 3 ولد 27 27 4 زائد 1 5 والله صار والله ناقص 3 5 ناقص 3 اي 5 ناقص 3 2 والله طيب اسلم اسلم عليك 5 تقسيم 4 5 تقسيم 4 5 نقسم على 4 نقسم على احنا 5 مجموع تصلح لي امي زين 5 نقسم على 4 10 تقسيم 3 10 كم؟ يا اخي ناظرني طب اذا خلاص تعبت ما تعبت ناظرني 5 تقسيم كم؟ تقسيم 3 2 4 تقسيم 4 4 تقسيم 4 4 اي كم؟ 4 تقسيم 4 اي كم السؤال؟ 10 يعني اموت ما تسوي 1 ضرب 9 1 ضرب 9 1 9 اي كم؟ 9 9 9 ضرب 3 9 ضرب 3 اي روح يا اي سبعة وعشرين 5 ضرب 2 سهلة سهلة عاد 5 ضرب 5 5 ضرب 5 بكسر عيني بكسر عيني بكسر عيني يا عيال انقص لموش لا تمسك يدك لا تمسك يدك لا تمسك يدك انا بطيح طيح بس اسمع باقي 50 ثانية 50 ثانية يلا 50 ثانية 50 ثانية يا عيال وراي فاري اظني حول حول باقي 20 ثانية سم بالله سم بالله سم بالله سم بالله عشان القلب 8 7 6 5 4 3 2 1 يا عيال فاز والله فاز عيال احمد لازم اسئله اكثر لازم اسئله اكثر والله يا عيال مستحيل والله مو طبيعي والله هربت يا ابو خالد احسنت اقسم بالله انا ما هربت عشانه مو عشانه ها عشان اللي تحت عشان الحول انا ادري انا ادري والله انا ادري المحطه يلا محطه السرعه قصوى مره الان اللي صار معنا كالاتي ورب الكعبه اول مره تصير حلو ابراهيم ومودي فازوا والبلا مو هنا باقي احمد شوف فاضي. يعني بيكونوا يعني املك فيني انا وزياد املك انه بطيح انا وزياد لا والله سود نظره ركزوا معي الان ركزوا معي الان ركزوا معي رايد الوضع شفت العيال شخصنا فانت شخصا بتفوز بيكون في جوله فاصله بينكم بينكم الاثنين ما ادري احمد اذا فاز او لا بيتحدى من الفايز بس هذه بعدين الان فارس رايد زياد قرعه بينكم واحمد شوبه احمد شوبه خليك الاخير هذا اختار زياد انا باقي باقي بالنص زياد تفضل لبس لبس طيب طيب بالنسبه لزياد يا جماعه الخير جائزته ما راح تكون الخزنه 1 2 هو ومودي انتم تحدي الخزنه ولكن واحد فيكم في النهايه هو اللي بيفوز واضح زياد الان على 15000 ريال ما تطيح تطلع لكم صوره الحوالة على طول قدامكم واضح انا ما اطيح اخذها على طول اخذها على طول والله عندك سلسله صح ايه اقسم بالله انت تجيك الان يا زياد الان زياد يا زياد الشمري ابدا احمد ابدا التايمر الان متى تم اصدار الدولار الامريكي
حلو. في سنة 85 70 75 70 غلط. 1975. بسم الله زياد روح للرقم 2. زياد إذا تبيني أروح لك الرياضيات ترى ما عندي مشكلة. ما هي أكثر فصائل الدم شيوعاً وما أندرها؟ اللي هي O وأندرها B، O وأندرها A، O وأندرها A وB. O A B الأخيرة. الأخيرة صح. هذه غشونة. لا بالكعبة. طيب كم يبلغ قطر الأمعاء الدقيقة؟ 3 4 2.5 سنتيمتر. 2.5 غلط. 3 4 3 3 4 جواب. 3 4 2.5. لا هي كان 2 ليه صارت 4؟ كان 3. كم لتر من الدم يحتوي جسم الإنسان؟ 5 2 6 6. ما هي عاصمة إرتيريا؟ دارفور، أسبرا، ملكان؟ ملكان. غلط. ثلاث أمه ملكان. بكل ثقة ملكان. ثقة اي عرف. ما جنسية توماس أديسون؟ ألماني، أمريكي، برتغالي؟ أمريكي. معروف. ما أول دولة في صيد الأسماك عربيا؟ سلطنة عمان، المغرب، اليمن؟ سلطنة عمان. المغرب الحمد لله. زاف عليك بزاف. 8 ضرب 2 16. 7 ضرب 9 7 ضرب 9 6 72 صح. ايوه غلط. 5 ضرب 5 25. 10 ضرب 11 110. 111. 9 ضرب 8 9 ضرب 8 ايه. 2 6 2 6 2 6 2 8. طيب زياد شوف الوقت. طيب زياد توك. ما الدولة العربية الأولى بإنتاج الورق؟ السودان، مصر، الصومال؟ الصومال. غلط. مصر أم الدنيا. الأخيرة مو فيها. إي أسأل أنا أغير الأخيرة على طول. في أي دولة يوجد أكبر عدد من اللغات واللهجات في العالم؟ الصين، الهند، كندا؟ الهند. صح عليك ابن الذين. ما أخت اللغة الإنجليزية؟ ألمانية، كندية، فرنسية؟ أخت إي أخت الإنجليزية. الكندية. غلط. ألمانية. شو لا كندية. والله عاد ألمان مكتوب. والله ألمان. ما أوسع لغة من حيث التراكب والمعاني؟ الإنجليزي، الإسباني، العربي؟ العربي. أحسنت. زياد كم عدد الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة؟ 1945، 50، 51، 53؟ 51. ما العضلة التي تفصل بين الصدر والبطن؟ الحجاب، الحاجز، القبض الصدري، عضلة القلب؟ القبض الصدري. الحجاز. الحجاز. زياد 4 ضرب 12 42. غلط. زياد شكلك بتدحدر. 10 ضرب 10 زياد بطيح. بطيح داور وانجز. 9 ضرب 8 داور وانجز اللي بطيح. 82. صح عليك. 5 ضرب 9 45. صح عليك. 7 ضرب 7 44. 49. زياد باقي لك 20 ثانية. اسألك بالله. اي بطيح زياد تكفى انجز. ما عاد بزيد. يا ويلي باقي لك 8 ثواني. بطيح انجز اللي بطيح. 3 ثواني. ثانيتين ثانية امسك. يا ابن عمري الله سواها. بسم الله. هد خلاص النفس. والله انا بمشي والله. يلا تبي شيء؟ انا بمشي. احمد انا ماشي. انا ماشي. رجلك انا ماشي. انا ماشي. انتبه. انا ماشي. انا ماشي. انتبه. انا ماشي. ايش هذا يا عيال؟ ايش اللي مش احمد شو؟ اشرح لي فيزيائيا ليش ما حد قاعد يطيح بسرعه عاليه؟ شايف اللي تحت تخشوا؟ السير خربان ورب المصحف السير تعبان ضعيف. الان راح تثبت النظريه يا عيال هل هو خربان او لا؟ رايد اطلع. اطلع يا رايد. يا احمد اصبر. اطلع يا رايد. اطلع. اصبر اصبر. اطلع. خلنا بسولف قبل اطلع يا احمد. البرنامج هذا محترم صح؟ خلنا بسولف. سولف. واللي يغش بالبرنامج شو يصير فيه؟ يدخل النار. مودي انت تزود ينقص وتزود ينقص وتزود ينقص وتزود طول فترة. طيب انا راجع البار يعيد ثاني مرة. يا عيال انا قاعد ادفع فلوس. يا عيال انا قاعد ادفع فلوس. يا عيال اقسم بالله عيب ورب الكعبة عيب عليكم. مودي يعيد قبلي. يا مودي يعيد قبلي. مودي لا. الان الجائزة ثنتين خزنة و15 ألف ريال. الى الان زياد الوحيد الفايز بال15 ريال. هي جايتها الا في حال انه دخل معاك رايد باللبس الان وفاز عليك فراح تصير بينكم تحدي. والله يا عيال اللي مصدوم اول مره ما حد يطيح. يا عيال انا الان احس في شيء غلط. معقوله السير خربان؟ هذا الحل هذا احتمال واحد. رايد تفضل معي. رايد مش واحد الشمري لمعلوميتكم يا اخوان. تعال يا عيال دقيقه. لا ما اقدر بطرش والله في دود كثير توني ادقق فيه. احسب انه تراب. مو دود والله انه دود. اصبر ابى اشوف احمد لو طبيت في النص بيطب علي كله. ايوه رايد في حال انك طحت رايد. مين قال لك المقاطع هذه؟ ليه تكلمني رايد؟ يا مقطع مره حلو. لو نقدر نسمع فالكون الغني والفقير. والله العظيم فالكون قسم بالله انه ازي من هالحشرات خرب. رايد ما عمره فاز في اي تحدي في حياته. انفست بهذا التحدي يا رايد. انا افوز بالمره. انفست بهذا التحدي يا رايد. دايستك دبل.
قل قسم بالله والله العلي العظيم ما اقدر اركب. ان احد غش رايت ترى بيجيك 30000 ريال اول ما خلص. تم تم والله بس ما والله ما في غش. 30000 وراي هنا اشياء وراك زواج ومهر تذكر. الزواج بالمهر والله يد ما عمره فاز. تفكر بالمدام انك انتوا بتسافرون ها تحتاج السيوله. اي والله اي والله المال بلو. بسم الله رايد ببدا السؤال وعطوا نبدا التايمر. من اول من استخدم خاتم الخطوبه؟ الفراعنه، الرومان، اليونان؟ الرومان. صح عليك. اي ابد. من اول شعب جعل الافعى والكاس علامه الادويه والصيدليات؟ اليونان، الفراعنه، الرومان؟ اليونان. غلط، الرومان. انا اقلق عليك. من اول من قرر العلاج المجاني؟ الفراعنه، الرومان، المسلمون؟ يا ما مسكت الفراعنه. الفراعنه. فراعنه لا مسلمون. يا الله مسلم يا اخي. ايش تبي؟ ما الدولة المشهورة بالينابيع الحارة؟ ماليزيا، يونايزيلاندا، ايرلندا؟ ماليزيا. غلط، يونايزيلاندا. يا ليل عيال يا عيال تكفون يا عيال تكفون. رايد الخوف ياخذ منك. رايد الانسان من القائل الانسان مدني بطبعه؟ ابن رشد، ابن سينا، ابن خلدون؟ ابن سينا. غلط، ابن خلدون. يا خلدون وجهك. ايه انا دقيقة وقف ولا مسلي انا دقيقة تمسكني يا مرحبا. هاي كني قاعد تهرول، كني قاعد تهرول. اصبر. طيب رايد انا عشرة ضرب 11 اصلا 10 ضرب 11 10 ضرب 11 10 ضرب 11 مرة كم تصير 111؟ صحيح نزلت نزلت. طيب خمسة ضرب ثمانية. يا خمسة ضربها كم ثمان مرات صح؟ كم تصير؟ والله ما أدري. أربعة. ثمانية ضرب اثنين. ثمانية ضرب اثنين. إيه سهل. ثمانية 18 16 سبعة ضرب اثنين. 14 صح. نقص نقص. لا ما نقص. تسعة ضرب واحد. عشرة. صح عليك. هذيك زايد صح. خمسة ناقص اثنين. خمسة ناقص ثلاثة. لا تمسك لا تمسك. ثلاثة. لا تمسك لا تمسك. لا تمسك. أمس ثلاثة ناقص واحد. إيه وأربعة اثنين. اثنين صح غلط. أربعة ضرب واحد. أربعة ضرب خمسة. أربعة يا حمار. تسعة ضرب لا تمسك. أمس. أبطيح. أبطيح. أمس. أمس. أبطيح. تصبر. 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 أبطيح. أبطيح. اصبر يا عمد ما اقدر اطيع اصبر. طب خلص طب طب خلص اخبار انا يا متعرري يا متعرري الله لا يوفقك. اعمل هاي بلال فيران فيران فيران. طيب بس بلال بلال يلا اطلع تسرع يا غير بيعد رقيني تكفون خلوه لحد يرقيه لحد يرقيه. لا يا تكفون ارق ارق والله انه ناشي جاي تحت. لا منك يا وايد منك منك مو صرصور ذا مو صرصور والله منك والله منك مو صرصور سم 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 يا عيال مخطط والله انه مخطط منك يا وايد منك الطلعه منك منك الدرج منك الدرج من هنا من هنا هذه الرقيه الرقيه ارقى بسرعة. يبا 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 لا 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 يقل لا يقل لا خليه يطلع من نفسه. تكفى يقل. لا لا اعطيك دنيش والله دنيش. اسمع بلال بلال فيران هناك انقلع سريع بلال بسرعة بلال والله يوفق بسرعة عنده يا عيال بده ينحفر. لا لا يا اخي غبنا غبنا انه ما طلع على ظهره غبنا. رب الكعبه لو ادري ان المقطع كذا ما ضربت مشوار ساعه قسما بالله. بس انه وصفه قال لي في مقطع في جوائز حلو. ايوه تفهم. السلام عليكم. يلا جاهز؟ عطني رياضيات المحاسب. ها محاسب يبغى رياضيات. ابغى رياضيات. نشوف واحد جاهز حاسبه ويتاكد يا شباب اذا في غلط. بسم الله فارس سبعه ضرب سبعه صعبه. احسنت. 11 ضرب 12 133. لا غلط. 5 ضرب 8 40. 9 ضرب 9 81. 2 ضرب 2 4. 10 تقسيم 3 3.33. احسنت. 9 ضرب 9 81. 15 ضرب 4 15. ما بس 60. لا مش 60 60. لا 15. عاصمة اليمن صنعاء. عاصمة البحرين المنامة. عاصمة الكويت الكويت. عاصمة السعودية الرياض. عاصمة قطر الدوحة. عاصم. طيب انا هنا انا هنا. طيب ناخذ كتاب. 11 ضرب 4 144. غلط صح. اي صح نزل. صح. 8 ضرب 8 64. 64 صح. 11 ضرب 12 هذه غلط فيها 133. غلط. 15 ضرب 6 100. غلط. 9 ضرب 11 مستحيل. 99 وش مستحيلة؟ ما اعرفها. 7 ضرب 3
21. حلو، 21 ضرب 2 42. صح عليك، 21 ضرب 5 105. صح عليك، صح عليك، صح عليك. 21 ضرب 5. انا مهاسم، يلا الدفعه احمد. طيب يلا الدفعه. الماء يتكون من ماذا؟ ها؟ الماء يتكون من ماذا؟ ماء. لا، من H2O. وش ذي؟ طيب من كم؟ متى توفى الرسول؟ سنة كم؟ 7 ذي الحجة. غلط. كم؟ سنة كم؟ كم عمره؟ ما سنة كم؟ 7 ذي الحجة. يلا عطني سنة كم؟ 7 ذي الحجة. عطني عمره. 64. غلط. 10 ضرب 15. 150. صح عليك. خلاص أنا بروح. طيب 2 + 2. 4. 9 + 2. حلو. 18. أحسنت. 15 + 3. أحسنت. يلا يا فارس، الآن أسئلة عامة. لا، ما هي الدولة؟ ما هي الدولة؟ ما سورة بها سجدتان؟ التين، الإخلاص، الحج. الحج. ما عدد السور التي لا تمسك؟ ها؟ لا تمسك. باقي دقيقة. ما ماء الكوثر؟ أين هو؟ في نهر الجنة؟ الماء الصافي؟ صح عليك. فكر، اسأل اسأل اسأل. ماكس، أهين أم السير الزبال؟ أنا أهين أم السير. أنا أفوز يا عريف هذا، أنا أفوز. أهين أم السير الزبال؟ شوفوا شوفوا شوفوا. باقي 30 ثانية. خلاص أنا ما عاد عندي أسئلة. أعلى شيء يا جماعة، السير زق. ما هو العيط اللي تضربه؟ طب 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 طب. باقي 20 ثانية. هيا. 10 9 6 5 4. هذا خير هذا. 3 2 1. مبروك. مستحيل والله فاز. مستحيل احمد، ما في الا شيء واحد، انك تكرفهم لما واحد ينسى من التعب. هم مجهز، هو مجهز الليله كامله، حاط سبايدر مان مدري ايش حاط. شلونك ابو شو؟ والله بخير. بدا التايمر عندك، كيف امورك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ كله تمام. عساك طيب. من هو النبيذ المتزوج؟ ما عاد يفرق، وصل ماكس كذاب. والله هذا بيركض يا رمضان. رمضان ولا هلاله لهن. يلا باقي عندك دقيقة وعندك اتصال، تبي ترد عليه؟ يلا يا استاذنكم انا احمد. الف مبروك. لازم تعرفون يا جماعة الخير انه السير غدر فينا، غدر فينا في نص المعمعة هذه كلها، ما نقدر نسوي شيء. شلون غدر فينا؟ صارت الأربعة الآن كأنها اثنين أول، والستة كانها ثلاثة، يعني صار السير يبغى له زيت. فالآن احنا زلينا. حياكم الله. تأهلوا معانا ثلاثة بدل أربعة، أحمد شو؟ إبراهيم العمري وفارس. كان معاهم مودي، ولكن بعد مراجعتي للمقطع واحنا اليوم في اليوم الثالث، اكتشفت أن مودي سوى ثلاث ممنوعات في جولة واحدة. غش وقصر على السير وتمسك بالسير. فتم استبعاد أبو خالد رسمياً، والتحدي الآن ينتقل إلى الثلاثة الذين هم أمامكم. شخص واحد منكم بس هو اللي بيكون معنا ضيف الخزنة، والتصوير بيكون بكرة حامي في حامي. التحدي عشان ما نطير على المشاهد. تفضل تفضل تفضل. التحدي النهائي الآن بيكون بكل بساطة نفس اللي بقوله لكم. أنتوا عارفين تحدي السير يعتمد على اللياقة. والله يعينكم، التحدي هذا فيه لياقة وفيه ذكاء. أبروح موقع قريب في الرياض ولا راح أبعد؟ قريب ومعقول، وبيجيكم لوكيشن على جروبنا في الواتساب. أول شخص راح يوصل عندي ويمسكني هو الفائز، ينتهي المقطع. واحد منكم يا الثلاثة بتشوف الموقع وتمشي له برجلك. ممنوع تستخدم سيارة، سكوتر، سيكل، دباب، برجلك فقط. لا أحد يندعس من السيارة. اللهم إني برأت نفسي يا ربي إذا اندعسوا، أنا مالي دخل. بيجيكم موقع على جوالاتكم الآن. 10 دقائق وأجيكم. السلام عليكم. تذكر ماضينا في النسيم صح ولا لا؟ إيش كنا نسوي؟ أوكي. في النسيم ها؟ في النسيم ها؟ في النسيم. مكة حلو؟ أعتقد إنه ماضيك راح يشفع لك إنك تفوز علي اليوم، لأنه أنت ماضي. أنا ماضي وحاضر ومستقبل. أنت حاضر. اسمعني، أنا بقول لك حاضر صدير اليوم ها؟ أنا عندي، عندي والله. يضحك 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 طاي. ما يعرفون الساق إذا امتدت شو يصير فيها، ما يعرفون. بسم الله. أنا الآن في مكتب الجريدة، برسل لهم الموقع وراح يجوني من وراي، من آخر الشارع هناك يركضون من بداية القصر لين عندي. مسافة تقريباً 13 دقيقة مشي. نشوف. مش معرق والله، معرق يا جماعة. أبو شو والله معرق. أنا ما راح أجري. في اللحظات هذه بدأ السباق بين أحمد شو وفارس وإبراهيم. ماراثون ركض سريع بدون توقف.
ابراهيم وين؟ وهنا كان السقوط الاول، واول ضحيه تسقط معنا. انا عندي قوه، عندي صراحه، لكن ما عندي تحمل، ما عندي اللياقه. وين جرير؟ وين سيده؟ وين؟ يا ولد استرس، بديت وما قلت لكم ابدوا، وصل بثلاث دقائق. كيف الامور؟ 100 100 100 100 خلاص وقت التصوير. بموت. سلم علي. بموت. الف مبروك. الله يبارك فيك. الفائز معانا بتحدي الخزنه، انتظروا المقطع باذن الله ورب الكعبه انه يستاهل. السلام عليكم. جزاك الله بالخير. عندي استراتيجيه ما ضبطت. وش سويت؟ الركض البطيء. حبيبي فاز. بص اقول لك، دخلت انا سويت مقدمه، دخلت بس باخذ منديل من الرجال شوي الا الرجال وصل عندي. الله الله. يا هلا يا هلا يا هلا 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 بالشيخ. تبي تطلع باليوتيوب؟ اي تطلع. يلا قول لهم لايك واشتراك. يلا يستاهل. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. الله يسعدكم. وصلتوا الى هذه النهايه يا جماعه، المقطع تمدد غصبا عننا، أنتم شايفين التعليق وصل لوين. الوعد بتحدي الخزنه، تجهزوا حلقه دسمه مع ابو شو. فمال كريم محل. حسبي الله عليك على التحديات، سدت رجلي مرتين ثلاث ايام. والله لكم عطلها السنه والله من القهر.